فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم غيبة المبتدع من غير مصلحة شرعية؟ لا يجوز، لا تجوز الغيبة، لا تجوز إلا لمصلحة شرعية، كأن ينكر منكرا أو يشتكي من ظلمه ويقول فلان سوى كذا، فلان أكل مالي، الحاجة يجوز هذا. تظلم المرأة من زوجها أنه رجل شحيح كما قالت هند بنت عتبة أن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا، هذا لأجل الوصول إلى الحق، هذا بس لأجل إنكار المنكر وإقامة التأديب والحد عليه، لا بس. نعم.